أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص. في هذه الحلقة نستضيف الأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ ظافر ناصر. أهلا فيك أستاذ ظافر. أهلا فيك، شكرا أستاذ ظافر. نحن اليوم هالحلقة في ذكرى الثورة السورية، ذكرى السادسة، وأيضا ذكرى استشهاد المعلم كمال جملاط يلي بنعرف الجهة التي قتلت كمال جملاط والأهداف اللي قطعت من أجلها. هل نعتبر اليوم أن الثورة السورية تنتقم لكمال جملاط؟ ما عمل به كمال جملاط هو بشكل أساسي حرية الشعوب، حرية الإنسان، وناضل لأجل هذا الأمر، مثل ما ناضل لأجل الشعب الفلسطيني، ناضل لأجل الشعوب العربية أن تكون وأن تعيش بظل أنظمة سياسية ديمقراطية، أنظمة سياسية تحفظ حرية وتحمي حرية الشعوب، تؤمن لها أهدافها وطموحاتها وأمنياتها. وبالتالي الثورة الشعبية في سوريا اللي انطلقت من 6 سنوات إلى الآن حكما تعبر عن مسألة جوهرية آمن فيها الشعب السوري ويسعى إليها ويدفع الأثمان والتضحيات لأجلها، وهي حريته بشكل أساسي. يسعى لنظام سياسي ديمقراطي يعبر عن نفسه من خلال هذا النظام السياسي الديمقراطي. أكيد مؤسف جدا أنه تكون هذه التضحيات عم تدفع أو تدفع من قبل نظام سياسي من المفترض أنه يكون هو بالأساس نشأ لتأمين تطلعات وتحقيق تطلعات وأمنيات شعبه بالعيش بحرية وبكرامة وبديمقراطية. لا شك بأنه أي ثورة شعبية تسعى لتحقيق أمنيات الشعب، أمنيات الناس، أمنيات المواطنين، طموحاتهم، تسعى لتحقيق هالأهداف الإنسانية السامية والأهداف السياسية السامية اللي كان جزء كبير وأساسي من نضال كمال جملاط لأجلها، هي حكما تعبر عن موقف واضح، لبل تعبر عن استعداد وعن إرادة الحياة اللي كمال جملاط ناضل لأجلها. وبالتالي في كل هذه المسيرة، في مسيرة أي شعب، أي إنسان، أي حركة سياسية تعبر وتدفع هذه التضحيات وهذه الأثمان لأجل كل هذه الأهداف، حكما هي تلتقي مع كمال جملاط فيما ناضل لأجله وما سعى إليه ودفع حياته ثمن لهذه الحرية، لهذه الديمقراطية، لهذه الكرامة، للقضايا العادلة في هذا العالم، وعلى رأس القضية الفلسطينية. بالتالي أي حركة ثورية بالعالم تنطلق من هذه الثوابت وتسعى لتحقيق هذه الثوابت هي تلتقي مع كمال جملاط. كمان حكي عن السجن الكبير، وطبعا يقصد كان سجن نظام الأسد اللي كان قائم بوقتها واللي هو قتل كمال جملاط. يعني هذا السجن نراه الآن بأي مرحلة؟ هل نحن في مرحلة نهاية هذا السجن؟ لا شك بأنه الشعوب العربية بالمرحلة الأخيرة حطمت الكثير من قيود هذا السجن في سوريا وغير سوريا. هذا السجن يعني يعبر عن نفسه بأكثر من مكان وبأكثر من حل للأسف، إنما هذا الشعب العربي انتفض بشكل أو بآخر، حقق العديد على هذا الطريق إذا صح التعبير بكسر قيود هذا السجن، إنما هذه الحركة، هذه الثورة، هذا الموقف من الشعوب العربية لا شك بأنه يمر بمخاض صعب جدا، ليس من السهل، لأنه شفنا العديد من الظواهر اللي رافقت هذه العملية، وبالتالي ببعض المحلات شوهت الثورة الشعبية الحقيقية اللي بدأت من 6 سنوات بسوريا أو بغير سوريا. إنما هذا مخاض سياسي صعب جدا، مخاض اجتماعي صعب جدا، مخاض اقتصادي صعب جدا بهذه المرحلة. لا شك بأنه نحن بكل المنطقة بمرحلة انتقالية، مش من السهل توقع على ماذا سترسو في المستقبل، إنما في شيء ثابت
بعتقد نستطيع أن نتحدث عنه، نستطيع أن نلمسه ونلمس اليد به، هو بأنه لا عودة إلى الوراء بعد كل هذه الأثمان وهذه التضحيات التي دفعت في سوريا وغير سوريا. لا يمكن أن يقبل الشعب السوري بعد كل ما دفع من تضحيات في مسيرة ثورته من 6 سنوات إلى الآن أن يعود إلى حكم كما كان أو نظام سياسي كما كان قائما ما قبل الثورة. هذه الأثمان اللي دفعت حكما سيكون مقابلها أقل ثمن يعني يحصل عليه الشعب السوري هو حريته، أقل ثمن يحصل عليه هو نظام سياسي يحفظ ثوابت ديمقراطية معينة تسمح لهذا الشعب بأنه يعيش حياته بحرية وبكرامة. طبعا هذا مسار يعني ليس بالسهل أن نتوقع نهايته، لأنه بعدنا بنفس بالمخاض نفسه للأسف حتى الآن، ولكن كما قلت هناك نتيجة أصبحت حاسمة بأنه هذا السجن الكبير الذي كان يعيش فيه الشعب السوري لا عودة إليه. يعني كحزب اشتراكي وحزب تقدم اشتراكي، نعرف انه كنتوا من البداية الثورة السورية من ابرز الداعمين لها، وحتى رئيس الحزب وليد جملاط بدأ بحملة اضاءة شموع بوسط بيروت تضامنا مع حمص اثناء حصارها وغيرها. لاحظنا انه هل التضامن وكأنه همتكم خفت في هذا الاطار؟ لا أبدا، موقفنا ثابت. يعني أولا هو بالأساس كان موقف سياسي دعم يعني الشعوب ليس فقط في سوريا، في سوريا وغير سوريا، لأنه خلينا نتذكر كمان هناك ما بدأ في مصر، ما بدأ في تونس أيضا، وكان عندنا نفس الموقف يعني. وهذه حركات ثورية أيضا يعني انتفاضة شعبية بدأت قبل حتى ما تبلش بسوريا أو تزامنت معها، وكان عندنا نفس الموقف. الموضوع مرتبط بإيماننا بأنه الشعوب حريتها مقدسة والشعوب حياتها الكريمة مقدسة، ومن هون كان هذا الموقف اللي هو ثابت مع الشعب السوري في كل المراحل، كما مع أي شعب عربي آخر أو أي شعب في العالم يسعى لحرية. هلا اليوم موجودين انتم كحزب تقدم اشتراكي بالحكومه اللبنانيه، وهناك من يسعى من داخل هذه الحكومه لتطبيع العلاقات مع النظام السوري. هل يمكن نشهد الحكومه اللبنانيه تطبع علاقاتها بشكل او باخر مع النظام السوري، او انه يكون في هناك تنسيق في بعض الامور، يعني مثل ما بيطرحوها بعض وزراء سواء التيار الوطني الحر او حزب الله او حركه امل؟ يعني احنا امام مرحله جديده على مستوى البلد كله سوا بعد انتخاب رئيس ورئيس تكليف رئيس حكومه وتشكيل حكومه. اليوم نحن بمسار جديد. اعتقد انه يعني هذه الامور الى حد ما هناك شبه توافق على تحييد لبنان عن يعني انه يدخل مباشرة بالأزمة السورية بشكل او باخر. بعتقد ليس من السهل فتح هذا الموضوع بالشكل اللي عم بيتم الحديث عنه بهذه المرحلة. وخلينا نتذكر 3-4 سنوات اللي مرقوا والخلاف والسجال اللي حصل بلبنان على العديد من الملفات بهذا الإطار، من ملف النازحين إلى ملف الحدود إلى 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 غيرها من الملفات، واللي شكلت مادة خلافية على المستوى الداخلي اللبناني. بعتقد تحتاج المسألة إلى مقاربة مختلفة تماما. ليس من السهل الحديث عن علاقات طبيعية اليوم بين لبنان والنظام السوري، خصوصا أنه هناك أطراف أساسية بالمعادلة القائمة الآن، وهذا التوافق القائم الآن هي يعني على خصومة تامة مع النظام السوري. ما يعنينا نحن كحزب تقدم اشتراكي بشكل أساسي هو التماسك الداخلي، التفتيش عن قواسم المشتركة الداخلية، وبالتالي تحييد البلد قدر الإمكان عن نيران سوريا أو نيران
غيرها من أزمات المنطقة، لأنه هذا الوحيد، هذه المظلة الداخلية هي أساسية لحماية وضعنا الداخلي. يعني موضوع النائب النفسي، يعني هاي كلمة مطاطة كل واحد بياخدها بالطريقة البدوية، يعني نحن تنكون يعني مثل كانوا عايشين بانفصام شخصي، انه اي نائب النفس مش سهل. انا عبول منا سياسيين منخرطين لاقصى الحدود بالداخل. انا عبول منا سهل المسألة، انا عبول منا سهل، ولكن نحن بهالاربع خمس سنين اللي مرقوا حيدنا مواقفنا من الموضوع السوري كلنا سوا عن واقعنا الداخلي، ونظمنا اختلافنا الداخلي بين كل الأطراف السياسية، نظمنا هذا الاختلاف بشكل أو بآخر، وهذا ساهم بحماية الاستقرار الداخلي في لبنان، وبالتالي هذا الأساس اللي مطلوب اليوم. العنوان الأساسي اللي لازم نحافظ عليه كلنا سوا هو الاستقرار الداخلي، وهذا الاستقرار لا يمكن أن يتأمن من دون يعني تفتيش عن القواسم المشتركة داخليا، وبالتالي تحييد مواقفنا من الموضوع الإقليمي عن الوضع. يعني في البعض بشوف يعني مقاربة أخرى تقول إنه حزب الله أعطاكم الأمن الداخلي مقابل تركه يدخل في الشأن السوري وشؤون المنطقة. هلا الموقف وخطابه السياسي المرتبط بطهران هي المسألة مختلف. ما هي المسألة إلى طبعا بعد الإقليمي والدولي، يعني منا مسألة داخلية لبنانية فقط. يعني موقفنا من موضوع التدخل في سوريا كمان كان واضح من بداية الثورة السورية بالنسبة لنا، ونحن من اللي أعلن موقف رافض لأي تدخل لبناني في سوريا، لكن هذه المسألة أيضا تجاوزتها يعني التطورات تجاوزتها بشكل كبير جدا، وبالتالي أنت صرت أصلا في سوريا بمعادلة تحكمها معطيات إقليمية ودولية تجاوزتنا كلنا سوا، وتجاوزت من تدخل ومن لم يتدخل في سوريا. منشان هيك نحن الهم الأساسي عنا والخيار الأساسي عنا كحزب وعند رئيس الحزب أنه يعني نحفظ الوضع اللبناني قدر الإمكان. تعرف تماما مرقنا بتجارب كتير صعبة بلبنان، مرقنا بحروب بلبنان، كان هناك يعني دائما في رعاية دولية أو إقليمية لأي وضع في لبنان، سواء بالحرب أو بالعمل أو بمرحلة السلم. إنما اليوم لبنان يفتقد لهذا النوع من المظلات الإقليمية أو الدولية، وأي خضة فيه لا سمح الله ممكن تدخلنا بنفق ما نعرف إذا أنت نخرج منه. لذلك هذا الهم الأساسي، هذا التركيز الأساسي الذي يجب أن ينصب عليه جهد كل القوى السياسية اللبنانية في هذا. طيب كمان البعض عم يحكي عن مناطق آمنة، عدة نقاط بيطرحوها، شيء عم بيقول منطقة جرود عرسال ومناطق أو مناطق في الداخل السوري الحدودية. أولا يعني كمان معيار مناطق آمنة كيف؟ وبعدين من أي منطلق الحكومة اللبنانية ممكن تأخذ هذا كذا قرار يتعلق بأكثر مليون ونص نازح موجودين على الأرض اللبنانية؟ خليني أذكر بموقفنا وقت اللي كنا نحن بوزارة الشؤون الاجتماعية كحزب من سنوات. نحن أول من طرح مسألة المخيمات على الحدود، إقامة مخيمات للنازحين على الحدود وتنظيم هذا الأمر. نحن أول من طرح هذه الفكرة، ورفضت آنذاك من قوى سياسية الآن كأنها تميل إيجابا إلى هذه الفكرة. أولا هناك مسألة مركزية تتعلق بالنازح السوري بشكل أساسي، وهي مسألة التعاطي الإنساني مع هذا النازح قبل كل شيء. هذا المعيار أو الأولوية اللي لازم تكون مع هذا النازح كإنسان نازح مهجر من بلده نتيجة العنف الحاصل والحرب والنيران اللي عم تلتهم كل شيء بسوريا. اثنين، نحن مش ضد تنظيم هذا النزوح، بالعكس نحن كنا أول من طرح. أما فكرة المناطق الآمنة، ما بعرف إذا أصلا يعني عمليا كيف ممكن تتم وين وكيف، ما حدا طرح فكرة متكاملة على هذا. يعني هل هذا قرار تتخذه الحكومة اللبنانية أم هذا قرار برعاية دولية يكون؟ لا، ما هي أكيد يحتاج إلى رعاية دولية، وإذا بده يكون بأراضي سورية أو بأراضي لبنانية كمان له معاييره واعتباراته الأخرى. يعني إذا كان بالأراضي السورية شيء، وإذا كان بالأراضي اللبنانية شيء آخر. ما هو أساسا قضية النزوح كلها سوا من دون رعاية دولية لا يمكن القيام بهذا العبء. وقديش نحن عم نعاني في لبنان يعني، وعم نتحمل من أعباء كبيرة وأثار كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على الواقع اللبناني، اللي يمكن تحمل المجتمع الدولي جزء منه، ولكن لم يتحمل
كامل المسؤولية المجتمع الدولي إلى جانب الدولة اللبنانية في مواجهة هذا العبء. فبالتالي فكرة المناطق الآمنة على الأقل حتى الآن لم نبلور بشكل نهائي ولا انطرحت بشكل يعني كخطة متكاملة كيف رح تتم. مثل ما قلت مناطق آمنة على الحدود السورية، وين على الحدود السورية، بأي منطقة، هل المجتمع الدولي سيضغط بهذا الاتجاه، هل سيضغط على النظام السوري للقبول بهذا الخيار. نحن وقت اللي طرحنا فكرة المخيمات سابقا على الحدود كانت فكرة تنظيم هذا الأمر، ورفض من العديد من القوى السياسية اللي اليوم عم بتقارب يمكن بشكل مختلف هذا الشأن. فبالتالي أمر يحتاج إلى يعني نضوج الفكرة أكثر بصراحة. يعني ما 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 في واحد يعني يقول إذا بده يكون لها رعاية دولية أو لا، لأنه بدون رعاية دولية أنا بستبعد هاي الفكرة أنها تنجح بالأساس. وحتى الآن ما في جهة واضح أنها تبنت هذه الفكرة ومشت. طب لماذا يتم استغلال موضوع نزوح سوري للصراعات الداخلية في لبنان، سواء سعى للتخويف من التوطين أو ما أو لأسباب أخرى، وحتى كمان ما يحصل من مخيمات من اعتقالات تعسفية بحق النازحين؟ أولا هناك محاولة للقول. ليش عم بقول أنا قصة المناطق الآمنة غير واضحة الفكرة؟ لأنه في جانب أساسي عم بيحاول يعني النظام في سوريا أنه يروج له بأن هناك مناطق أصبحت آمنة في سوريا يستطيع أهلها أنه يرجعوا إليها، غير المناطق الآمنة اللي عم تنطرح تكون مؤقتة للنازحين السوريين. عم نحكي على المناطق اللي في ترويج بأنه يستطيع بعض أو جزء من الشعب السوري المهجر يرجع على بلده، منطقته، ضيعته، قريته، وما بعرف. وهذا الأمر تناغم معه العديد من القوى السياسية اللبنانية بمرحلة من المراحل سابقا والآن. وهذا مؤشر على أنه فكرة المناطق الآمنة مش واردة عند النظام السوري، أو مش واردة بأنه يقبل فيها فكرة المناطق الآمنة، لأنه بيعتبر خلي الشعب السوري يرجع على بلده وكأنه يعني ما في شيء بسوريا. وهذا الكلام يعني سمعناه مرارا وتكرارا. لا شك بأنه بعض المواقف الداخلية في لبنان إما تتماهى مع موقف النظام السوري من قضية النزوح كلها سوا، لأنه سمعنا كلام واضح من بعض القوى السياسية أنه الشعب السوري بيقدر يرجع على هالمنطقة وهالمنطقة وهالمنطقة، ليش بعده مهجر ونازح يعني. طيب ما في مناطق كلية محتلة من حزب الله؟ في جزء تاني، وفي جزء تاني من القوى السياسية اللبنانية تستثمر هذا الأمر بالعامل الداخلي، إما لمحاولة استنفار عصبية معينة أو شعبية معينة أو موقف ما. وللأسف هذه عملية من نهاية المطاف ما بتوصل لنتيجة بقدر ما هي يمكن بتساهم بتوتير الوضع الداخلي أكثر ما بتساهم بأي حل. هلا عم بنطرح نحن رايحين على جنيف 5، وجنيف 5 ممكن يطلع بمقررات انسحاب كافة الميليشيات الإيرانية من سوريا، وما يعني لبنان حزب الله يعني هو مرغم على الانسحاب والعودة داخل اللبناني. طيب إذا رجع لبنان حزب الله بأي شكل حيرجع لبنان؟ حيرجع يعتبر نفسه منتصر أو مهزوم؟ وبالحالتين شو، هل ممكن يهرب إلى حرب إسرائيلية مثل ما بحاول يهول علينا؟ لك يعني بمسار من هذا النوع، مفاوضات بهذا الحجم فيما يتعلق ببلد مثل سوريا، في هذا الكم من القوى الإقليمية والدولية وتأثيرها وحجمها، مسار مفاوضات يعني لا يمكن توقع نتائجه هيك بشكل سهل وبسيط وسريع، حتى بالنقطة اللي عم تتفضل فيها حضرتك حول انسحاب القوى أو الميليشيات المرتبطة بإيران من سوريا. أولا مسار سياسي طويل، ونحن عنا تجربة بلبنان. المفاوضات بدأت من اللحظة الأولى اللي حصلت فيها الحرب، بقينا 15 سنة لحققنا اتفاق الطائف وأوقفنا الحرب في لبنان. وبالتالي مسار هذا يعني هكذا نوع من المفاوضات مسار طويل.
مسألة تانية، إذا افترضنا أنه حزب الله رجع على لبنان وخرج من سوريا، بنهاية المطاف بالبعد اللبناني حزب الله يمثل شريحة من الشعب اللبناني، وحزب الله اختلفت معه أو اتفقت معه على الموضوع السوري أو على غيره، يبقى أنه هو حزب بالبعد اللبناني اللي عنده إياه يمثل شريحة أساسية بدك تنظم الاختلاف محل ما بتختلف معه وتتفاهم أنت وياه على الأمور اللي ممكن تتفاهم عليها، مثل أي قوة سياسية أخرى. فيما يتعلق بالموضوع الإسرائيلي، خلينا يعني نأكد، وهذا أمر ثابت بالتجربة، ثابت بالتاريخ، ثابت لأنه حقيقة، بأنه إسرائيل هي المعتدي بشكل دائم. إسرائيل لا تنتظر لا حزب الله ولا غير حزب الله لحتى تعتدي على لبنان، أو لتنتهك سيادة لبنان، أو لترتكب الجرائم بحق الشعب اللبناني. وكل مسار التاريخ يعني بهذه المواجهة المفتوحة مع العدو الإسرائيلي تثبت بأن إسرائيل لا تحتاج إلى أي مبرر أو ذريعة حتى ترتكب أي حماقة من هذا النوع تجاه لبنان والشعب اللبناني، خصوصا أنه إسرائيل يعني تكبدت هزائم كبيرة بلبنان بمراحل مختلفة، من خلال المقاومة الوطنية أولا ولاحقا المقاومة الإسلامية، وتكبدت خسائر فادحة وهزائم كبيرة. ما أنا ما بتخيل أنه إسرائيل يعني تحتاج إلى ذريعة لمحاولة الانتقام في مرحلة من المراحل من لبنان والشعب اللبناني وحركة اللي قاومتها على مدى بس كل من طبيعي هذا الأمر، طبيعي هذا الأمر، وموقف الدولة اللبنانية واضح من هذا الأمر يعني تجاه العداء لإسرائيل. ولكن عم نشوف أحيانا وقت حزب الله عم ينزرك بمكان ما بالسياسة سواء في لبنان أو إقليميا، التصريح الإسرائيلية يلي عم بتصوفه تتناغم في مصلحة حزب الله، وكأنه صار الموضوع الإسرائيلي لا تهرب من أمور أخرى. أنا ما فيني وافق على أنه إسرائيل يعني هي تتناغم أو لا تتناغم مع حزب الله أو أي قوة سياسية تانية بلبنان أو غير لبنان. إسرائيل دولة أولا مغتصبة لفلسطين، اثنين دولة معتدية، ثلاثة عندها طموحات دائمة بهذه المنطقة ككل، لأنه كل ما يجري اليوم بالمنطقة يصب في مصلحة إسرائيل من هذا التشتت والتفتيت الحاصل على مستوى الوطن العربي. وبالتالي إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة أو مسوغ، منا بحاجة لهذا الأمر، بغض النظر عن القراءات السياسية اللي ممكن تقول، وهذا أمر يعني البعض كتب فيه والبعض تحدث فيه، بأنه ممكن إسرائيل تعتبر بأن خروج حزب الله من سوريا بكل الأحوال بيخليه حزب بلحظة بيكون فيها ضعيف، بيكون مقدم خسائر كبيرة وتضحيات كبيرة، وبالتالي بيكون حزب منهك عند عودته، وبالتالي ممكن شن الحرب عليه والنتائج بتكون مضمونة أكثر. في كلام حكي الكثير بهذا السيناريو. حتى هذا الأمر بيأكد على أنه النية هي عند إسرائيل، والقرار هو عند إسرائيل بأنه هي تقوم بأي اعتداء أو بأي عمل عدائي اتجاه لبنان والشعب اللبناني. فبالتالي بهذا الأمر نحن لازم نكون الخط البياني عندنا واضح بمقاربة السياسة الإسرائيلية والأعمال الإسرائيلية والإرهاب الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي بشكل دائم علينا كشعب لبناني وكشعب. أستاذ ظافر رح توقف فاصل علينا ونرجع نتابع مواضيع تتعلق بعلاقات لبنان ودول الخليج. أستاذ ظافر، علاقات لبنان حاليا بعد ما شهدت تحسن مع دول الخليج شهدت انتكاسة واضحة، وخاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية ميشيل عون يلي حكي عن موضوع حزب الله وهو جزء من الجيش اللبناني وغيره من التصريحات اللي استفزت الدول الخليج من بعد تسويات كانت قربت هالمسافة. وحتى شفنا تصريحات متناقضة للرئيس عون، يعني بعد ما حكي كمان عن هالتصريح رجع أكد على خيار 1701 اللي تناقض
ايضا مع دمج او حزب الله والجيش اللبناني. ف شو تحت لا شك يعني عنوان المواجهة اسرائيل والعدوان الاسرائيلي ومقاومة اسرائيل، بعتقد هذا امر يعني بشكل او بنسبة عالية متفهم عليه لبنانيا، خصوصا انه البيان الوزاري يتضمن هذه المعادلة اللي تم التوافق عليها منذ سنوات في لبنان، واللي هي الجيش والشعب والمقاومة. ولكن هذا لا يعني على الإطلاق بأنه الجيش اللبناني كمؤسسة عسكرية، هي المؤسسة الأم، هي المؤسسة الرسمية اللي كلنا سوا حطينا ثقتنا فيها، وكلنا سوا حطينا كل جهدنا لدعم وتحصين هذه المؤسسة، واللي هي من الناحية الأمنية، من الناحية الوطنية، بتأمن الحصانة للبنان وللشعب. بس الجمهورية عم بيقول لك عنا ضعيفة داخليا. أنا ما فيني وافق على منطق أنه الجيش ضعيف، أنا فيني وافق على منطق بأنه نحن نسعى لنقوي الجيش أكثر وأكثر، وهذا ما يجب أن يبذل مع كل الجهات والدول اللي هي عم تدعم الجيش اللبناني بشكل أو بآخر. وبالتالي لا، اللبنانيين اللي بيحميهم بشكل أساسي هي دولتهم والمؤسسات اللي بتشكل ركائز لهذه الدولة، الجيش اللبناني وحدة منها وغيرها من المؤسسات الأمنية أو المؤسسات السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو غيرها. حصانة الشعب اللبناني، حماية الشعب اللبناني مثل بأي دولة بالعالم بتكون بالدولة، مؤسسات الدولة على كل المستويات. حركات المقاومة بأي دولة بالعالم، كلنا يعني بنقرأ تاريخ وكلنا بنشوف حركات المقاومة مشروعة بأي دولة ضد أي عدوان، هذا أمر يعني بعتقد تاريخيا مسلم فيه، وهي كمان واحدة من الحقائق التاريخية للمجتمعات البشرية. ولكن بيبقى أنه أي مقاومة أنت بتعملها لتدافع عن البلد، لتحرر البلد، لتحمي الشعب، إلى أن يعني ترجع تستعيد هذه الدولة عافيتها ومؤسساتها تستعيد دورها الحقيقي والفاعل. وهذا أمر بعتقد بلبنان قطعنا مراحل واسعة فيه، قطعنا مراحل كبيرة فيه، والجيش اللبناني حقق تطور كبير وحقق قوة كبيرة وحقق مناعة كبيرة، وبعتقد اللبنانيين يثقون بهذه. طيب هلا كيف نعالج تداعيات هذا الخطاب؟ يعني شفنا سمعنا انه الملك السعودي كان مقرر زياره لبنان، الغى الزياره، استدعي السفير اللبناني في الامارات، القطر مستاء ايضا، يعني في استياء واضح، تداعيات كبيره قد تكون على لبنان. على الاساس اللي يعني هيك اذا صح التعبير، الايجابيات اللي بدرت من الدول العربية تجاه لبنان نتيجة الكلام الإيجابي اللي طلع من لبنان من رئيس الجمهورية تحديدا تجاه هذه الدول العربية ودورها الإيجابي في لبنان، سواء السياسي أو حتى الاقتصادي، والمردود اللي بتشكله هذه العلاقة الإيجابية تحديدا مع الخليج، مع العرب بشكل عام ومع الخليج، صار في يعني انعكاس إيجابي لهكذا كلام ولهكذا جو، والزيارات الرسمية اللي قام فيها فخامة رئيس الجمهورية إلى الدول العربية، هذا بيأكد على أنه هذا المسار الإيجابي هو لمصلحة لبنان، وبالتالي هذا المسار الإيجابي هو الذي يجب أن يعتمد، ليس فقط يعني على قاعدة بأنه يعني هذا بفيدنا وكأنه المسألة يعني لا، في أسس لهذه العلاقات السياسية مع هذه الدول لابد من الحفاظ عليها، خصوصا أنه هذه الدول ودول الخليج تحديدا قامت بالكثير بالكثير من الخطوات اللي ساهمت ب يعني مناعة البلد وحصانة البلد وإعمار البلد، وبالتالي حتى شعوب هذه الدول الإخوة العرب بشكل دائم بشكله هن هذا المردود الإيجابي لكل الشعب اللبناني اللي بينعكس على كل الشعب اللبناني بشكل أو بآخر. فبالتالي معنيين على المستوى الرسمي أنه نحافظ على هذا المسار الإيجابي. لا شك بأنه أي موقف سلبي معاكس للموقف الإيجابي ما بقدر بتحدث عن معلومات عن إلغاء زيارات أو لا لأي من القادة العرب إلى لبنان، ولكن
طبعا السلبية مش رح تقابل بإيجابية بشكل طبيعي من الإخوة العرب أو بأي علاقة مع أي دولة أخرى. بنقول معك على ملفات داخلية، يعني اليوم أنتم متهمين أنه تعرقلون قانون انتخاب، يعني رئيس الجمهورية يعني يقول أنه يريد أن قانون عصري وقانون جديد ونسبية وغيره، أنتم متهمين أنه تعرقلون هذا الأمر وتريدون الإبقاء على القانون القديم لأنه مصلحتكم السياسية بتقتضي ذلك. بتعرف في مثل بلبنان بيقول نيال كل متهم بري، يعني الاتهام شيء والواقع شيء آخر، لأنه مش صحيح أنه نحن المعرقلين، والدليل على ذلك هي الخطوة الأخيرة اللي قام فيها رئيس الحزب بتقديم أفكار لدى الرئيس بري وحول قانون الصيغة لقانون الانتخابات، وبعد هذه الخطوة الرئيس بري أعلن بالصحف بأنه ليس وليد جملاط هو المعرقل لمسألة قانون الانتخاب. اثنين، خلينا نتذكر أنه هناك لجنة رباعية كانت عم تناقش قوانين الانتخابات مؤلفة من 4 قوى سياسية معروفة من هي. داخل هذه اللجنة الرباعية قدم العديد من الاقتراحات، كان هذا الاقتراح يقدم من هذا الفريق في اللجنة الرباعية ويرفض من الفريق الآخر بنفس اللجنة والعكس صحيح، وبالتالي بعض الاقتراحات كانت ترفض من داخل اللجنة الرباعية حتى قبل أن تصل إلى مسامعنا أو أنه نعرف شو هي ما هي هذه وما هي يعني هذه القوانين وتفصيلاتها وطبيعتها. وبالتالي مثل ما نحن كان عندنا موقف من هذا القانون أو غيره من هذه الصيغة أو غيرها، كل القوى السياسية اللبنانية كان عندها يعني مواقف رافضة لهذا القانون أو غيره، وبالتالي لم يكن هناك صيغة متوافق عليها من كل الأطراف السياسية وبقينا نحن نرفضها. ما لحتى نقول طب ليش هالاستهداف لكم، يعني هل هي معركة التحجيم؟ هذا الأمر بالسياسة، يعني أنا اللي بدي أوصل له أنه مسألة قانون الانتخاب والطريقة اللي تم مقاربة الأمر فيها وهذا الهجوم اللي يعني حصل علينا هدفه سياسي وليس بموضوع قانون الانتخابات حصلا. قانون الانتخابات أداة من أدوات هذه المعركة السياسية اللي أراد البعض، ما بعرف شو مبررها تحديدا وشو أسبابها وشو دوافعها ومن وراء هذا الهجوم السياسي أو الأهداف السياسية في هذه الحملة علينا وفي هذا الهجوم علينا، بكل الأحوال ما يعنينا نحن بموقفنا وموقعنا السياسي مجموعة ثوابت عبرنا عنها بكل هذه الأسابيع اللي مرت علينا. أولا وهي المسألة الاستراتيجية بالنسبة لنا اللي هي مصالحة الجبل، هذا خيار استراتيجي ثابت لا يمكن أن نربطه لا بانتخابات نيابية ولا غير نيابية، ولا بمعادلة نيابية من هنا أو معادلة نيابية من هناك، ولا بقانون ولا بغير قانون. هذا خيار استراتيجي، حماية مصالحة الجبل يعني تستحق كل الجهد وتستحق كل النضال وكل العمل يعني لتثبيت هذه المصالحة بمعزل عن أي خلافات سياسية أخرى. هذا واحد. اثنين، مسألة الشراكة، نحن عبرنا عن استعدادنا للشراكة مع القوى السياسية الأخرى في تحديدا في الجبل، وبالتالي هذه أيضا ثابتة من الثوابت اللي هي بتحصن واقعنا بالجبل والواقع اللبناني بشكل عام، وبالتالي بتساهم بحماية المصالحة اللي هي أساسية مثل ما قلت. ثلاثة، هي مسألة التنوع والتعددية في لبنان، وهذا بدنا ننتبه له كلنا سوا بأنه هذا أمر علينا الحفاظ عليه وعلينا أنه نحميه، وهذا يحتاج إلى جهد سياسي وإلى قرار سياسي وإلى أداء سياسي. وبالتالي أي قانون انتخابات ممكن أنه يعني يكون هدفه إلغاء أي مكون من هذه المكونات اللي بتشكل يعني البيئة اللبنانية والمجتمع اللبناني، بالتالي بنكون عم نضرب أساس البلد وقيمته وتركيبته. الأربعة وأخيرا وبشكل مختصر، إذا كان العنوان هو إصلاح، نعمل قانون انتخابات لأجل الإصلاح، أيضا نحن بهذا العنوان مستعدين نروح بالإصلاح إلى الحد الأقصى، ولكن لا يمكن أنا أني أجي أقول بدي التركيبة اللبنانية تبقى تركيبة طائفية وبنفس الوقت أقول بدي إصلاح. أساس الإصلاح في لبنان
هو كيف نحن نلغي الطائفية السياسية، وبالتالي بيجي قانون انتخابي على أساس نسبي أو غير نسبي، خطوة تانية بعملية الإصلاح. ولذلك هناك اتفاق الطائف اللي حدد بنود هذا الإصلاح السياسي بلبنان. خلينا نرجع لاتفاق الطائف. انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، مجلس شيوخ، إعادة التقسيمات الإدارية بلبنان، وبالتالي ساعتها ولا مركزية الإدارية بنقدر نروح نحكي عن عملية إصلاحية في لبنان. أساسها بيكون إلغاء الطائفية السياسية ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ بيجمع العائلات الروحية. طيب استاذ زافر، وكانه يعني الحزب التقدم الاشتراكي بلبنان هو الحزب الوحيد يلي بضم كافه شرائح الوطنيه، يعني في كل الطوائف، ليش مطلوب تحجيمه وحصره فقط بطائفه الدروز؟ يعني هل هذه معركه على الحزب التقدم الاشتراكي؟ خليني اقول، اولا للاسف بلبنان هناك عقليه بالسياسه، عقليه الانتقام السياسي، وهيدي يعني بترجع لتركيبه طريقة تفكيرنا مش بس بالمجتمع، يعني مش بس بلبنان، حتى بمنطقتنا ككل. ربما البعض بيعتبر انه هو بيقدر يعني تحت هذا العنوان او غيره يعني يعمل حسابات، يصفي حسابات سياسية مرتبطة بمراحل سياسية سابقة. بعتقد هذا النمط من التفكير بيؤدي لمشكلة كلنا سوا بالغنى عنه. نحن طرف اساسي على هذه الساحة السياسية. نحن عم ندعي للتفاهم، عم ندعي للتعاون، عم ندعي يعني القواسم المشتركة فيما بيننا، وبالتالي نأمل من الآخرين أنه يلاقونا على منتصف الطريق بهذا الأمر. أما غير ذلك بنكون يعني حكما عم ناخذ البلد إلى مزيد من التوتر. نحن بالغنى عنه، العهد بالغنى عنه، المرحلة الجديدة في لبنان بالغنى عنه. بالعكس، نحن كنا من أوائل الذين أبلغوا يعني مباشرة فخامة الرئيس ورئيس الحكومة بأنه نحن على استعداد كامل للتعاون مع العهد والمساهمة بانطلاقة هذه العهد وتقديم كل ما يلزم من جهد يعني يعجل في انطلاقة جيدة تريح الشعب اللبناني بهذا العهد اللي بنأمل انه ينجح. يعني هذا قرارنا السياسي وهذا خيارنا السياسي وهذا توجهنا السياسي. فلا يجوز بالسياسي انه يكون التعاطي والتعامل على غير هذه القاعدة طالما نحن بهذا الانفتاح. بدي ارجع لموضوع ذكرى كمال جملاط. يعني انا بدي اعتبر لو كمال جملاط كان اليوم، اولا كمال جملاط نعرف انه عنده برنامج كان للدولة اللبنانية، برنامج سياسي متكامل ضمنه قانون انتخاب وغيره، وكذلك بالشكل الاخر مركزيا وضع القضية الفلسطينية هي مركزيا لسياسة الحزب التقدم الاشتراكي والحركة الوطنية، هل تعتقد ان هذه النقطة المركزية سلبت من قبل اخرين وانتهت، لم تعد موجودة، اصبحت شعارا فقط بما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ للأسف واضح بأنه القضية الفلسطينية يعني كقضية مركزية أمننا فيها، والمعلم الشهيد كمال جملاط يقول بأنها تبقى القضية والوصية والهوية، القضية الفلسطينية. للأسف إذا بنجي من هيك نلقي نظرة بسيطة، نظرة سريعة على مرتبة القضية الفلسطينية بين قضايانا اليوم، إذا بدنا نسمي الأمور اللي نحن مشغولين فيها على مستوى هذه الأمة ككل، الوطن العربي، بنشوف القضية الفلسطينية بمرتبات أكيد متدنية جدا، لأنه أولوياتنا كلنا سوا بمحلات أخرى. بينما علينا أن نعيد إلى أذهاننا الإيمان بأنه القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وكل ما يحصل على مستوى هذا الوطن العربي كله من تداعيات هذه القضية. إما أن تحل هذه القضية، إما أننا سنبقى ننتقل من مشكلة إلى مشكلة إلى مشكلة أخرى. لا شك أن كمال جملاط لو يعني بيننا اليوم مسألتين أساسيتين بيكونوا محور نضاله مثل ما كانوا بكل مسيرته النضالية، فلسطين بشكل أساسي
إذا عم نحكي على مستوى القضية الأم، القضية المركزية، وعلى المستوى اللبناني لا شك أنه بضل تطوير النظام السياسي اللبناني لأجل شعب يعني حر وسعيد بيكون أيضا محور نضال آخر على المستوى اللبناني، واللي حتى الآن لازال البرنامج المرحلي للإصلاح السياسي اللي أطلقته الحركة الوطنية اللبنانية برئاسة كمال جملاط هو الحل والإصلاح الحقيقي والوحيد للبنان، بإلغاء الطائفية السياسية، بنظام انتخابات على أساس نسبي، بقانون للأحزاب، بالكفاءة بالإدارة، يعني التخلص من كل ما نعانيه اليوم نحن من مذهبية وطائفية على كل مستوياتنا بالسياسة بالاجتماع بالاقتصاد بالإدارة، واللي هو مسبب كل هذا الهريان اللي وقعنا اللبناني. لا شك فلسطين بتكون مع كمال جملاط هي القضية المركزية بشكل دائم، وتطوير هذا النظام السياسي لأجل المواطن اللبناني هو النقطة الثانية اللي بتكون محور نضاله وعمله على المستوى السياسي اللبناني. يعني بسؤال الأخير لك، السنة عاملين ذكرى تختلف عن باقي السنوات، ذكرى استشهاد كمال جملاط، هل الهدف السياسي وماذا سيطلق رئيس الحزب في هذه الذكرى؟ أولا هي الذكرى الأربعين وإلى رمزيتها بعد مرور 40 عام على الاستشهاد. اثنين، لا شك بأنه سيكون في 19 أدار نهار الأحد بالمختارة حشدا جماهيريا كبيرا، ولكن هذا الحشد الجماهيري سيأتي والعنوان السياسي بالنسبة للرئيس وليد جملاط واضح، وهو الشراكة في لبنان، المصالحة في الجبل، التعاون والانفتاح على الآخر، التنوع والتعددية في لبنان، فلسطين بشكل أساسي كوجهة من وجهات نضالنا في هذا الحزب، القضية الاجتماعية والاقتصادية اللي دائما كان كمال جملاط يناضل لأجلها في لبنان، كل عناوين وقضايا ستكون يعني في صلب هذه. ما في راح يكون رسائل سياسية تحدد المرحلة المقبلة؟ يحدده رئيس الحزب في خطابه ب19. أستاذ ظافر ناصر، الأمين السر العام لحزب التقدم الاشتراكي، شكرا لك على المقابلة. شكرا لك.